السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا في الدروس اللي فاتت ازاي نرسم طريق، وشفنا ان انت تقدر تعمل كومبوننت رود وبلانينج رود. دلوقتي هنشوف لو عايزين نعمل قطر ريلوي، فابدا ان اختار وابدا اعمل السكة بتاعة القطر. بلاقي عندي فيه كذا تمبليت، اقدر اختار اي واحد فيهم بالشكل دوت مثلا. لما اخلص اروح دايس مرتين، فيبدأ هو يشكل لي الطريق بتاع القطر بالشكل دوت. طيب لو افترضنا ان احنا هنرسم واحد تاني متعارض معاه او متقاطع معاه بالشكل دوت، هنلاقي ان هو اوتوماتيك عمله لي فوق بالشكل دوت. تمام. طيب ممكن اجي هنا على الجزئية دي واقول له انا عايز اعمل هنا قط مثلا، اسبريت، واجي برضو الناحية التانية واقول له اسبريت، والجزء اللي في النص دوت ادخل بقى في الخصائص بتاعته واقول له ان انا عايز اغير الستايل. ممكن تخليه مثلا بالشكل دوت، فدلوقتي هو اتحول لبريدج بالشكل ده. ممكن تيجي هنا تقول له طب انا عايزه يتحول مثلا لتونل، بالشكل دوت. وتقدر تيجي تعمل عليه سيلكت، وتقدر تغير في الارتفاع بتاعه وتطلع تنزل بيه زي ما انت عايز. خليني اجي هنا واقول له الفشل اوست بتاعي انزل 2 متر، ساعتها هيبقى فيه زي تقاطع، هيبقى فيه ان هما الاتنين يبقى فيه حاجة تحويلة. تمام. فيبقى في تقاطعات اهوت، ونقدر ان احنا نعمل تحويلها.